بوابة أخبار اليوم كمان قالت أن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عمل محاضرة فنية مع اللعيبة قبل انطلاق تمرين النهاردة يوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في الجزيرة. اتكلم لاسارتي مع اللعيبة عن الإيجابيات وعن السلبيات في مباراة الفريق الأخيرة وكمان عن الاستعدادات الخاصة لمباراة الفريق اللي جاية. استأنف النادي الأهلي تدريباته النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش بعد الراحة اللي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف. بيستعد النادي الأهلي لمواجهة باتروجيت مساء يوم الاثنين في إطار مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز.